كلمة فطرة باللغة العربية جاية من فترة انقسمة، اللي هي اما تحط بذرة في الارض وترويها تلاقي بذرة تشقت وخرج منها نبات. الانفطار يعني الحياة، فكأن الفطرة هي برنامج الحياة. وبالتالي فطرة الانسان انه بيتولد وبيتولد صغنن وبيكبر بيكبر بيكبر وبعدين بيبقى في اقوى حالاته وبعد كده يبدأ جسمه يضعف وبعدين يموت. دي فطرة، دي دورة فطرية للإنسان، إنه بيتولد ما بيعرفش يتكلم، بعدين بيتعلم الكلام، بعد كده لبق جدا، وبعد كده ممكن يحصل له مشاكل في الكلام أو ما يحصلوش ويموت في الآخر. في دايما دورة لكل شيء، الدورة دي بيديرها برنامج الإنسان ملوش فيه أي سيطرة أصلاً، فأنا ماليش أي سيطرة في قد إيه أنا بكبر أو شكلي بيتغير وملامحي بتتغير مع السن. أنا كل اللي ليا إن أقدر أعيش مرتاح، أختار الارتياح ولا أختار الاضطراب، لكن أنا بنشأ في نشوء مستمر لغايه ما اموت. النشوء المستمر والتطور المستمر ده هو الفطره. الفطره هي المنظومه، البرنامج اللي بيوصف النشوء. فطول ما انا مش متعارض مع نظام النشوء هلاقي نفسي مرتاح. حال الانثى واحوالها غير حال الذكر، بس هي الفطره والنشوء عند الاثنين هي معنى واحد. فطره الذكر هي التاثير المادي. الانسان بشكل عام هو جزء من المجتمع. الذكر في المجتمع انا المسؤول عن الماده فيه كمجتمع. اكل انا اللي هروح اجيب اكل، حمايه انا اللي هحميكم، قياده الطريق انا اللي هقود الطريق. اي تعامل مادي مع العالم الخارجي يخصه ويخص مجتمعه دي مسؤوليه الذكر، ودي مسؤوليه فطريه الذكر لا يتبناها. انا هصحى الصبح النهارده ابقى مسؤول عن مجتمعي او مسؤول عن زوجتي او مسؤول عن امي. الذكر بيجد متعه راحه في انه يبقى مسؤول عن مجتمعه بشكل فطري، بان هو ما حدش بيقول له اعمل كده، هو ما بيعمل كده بيلاقي نفسه مبسوط. الانثى بقى في المقابل فطرتها انها هي المجتمع نفسه، ديناميكيات المجتمع وعلاقات الناس ببعض والناس يبقوا عايشين مبسوطين ويقضوا وقت حلو مع بعض وحياتهم لذيذة، ده كل ده شغل الأنثى. كل ميكانيزمات المجتمع بتديرها أنثى، بينما كل ما يخص احتياجات المجتمع المادية بما فيها حمايته وتوجيهه ده ذكر. والطب فادني كتير لأن أعطاني خلفية بيولوجية عن الذكر إيه والأنثى إيه. أما درست شغل لوشر وبدأت أطبقه في العيادة بشكل يومي، لاحظت بوضوح فروق واضحة ما بين الذكر والأنثى. الأنثى بتعبر عن نفسها وبتتكلم وبتروح وبتيجي، وكل حاجة بتعملها بشكل مختلف تماما عن الذكر. والذكر نفس الشيء، أسلوبه غير الأنثى تماما، طريقته وتعبيره عن نفسه غير الانثى. فقعدت شهور احاول اعمل نموذج لوني مبني على شغل ماكس لوشر يصف الذكر ويصف الانثى، وربنا وفقني وعملت هذا النموذج. ماكس لوشر عامل مكعب بيوصف منظومه المشاعر البشريه. خدت المكعب بتاع ماكس لوشر ده وطلعته اثنين، جزء ذكوري وجزء انثوي. قعدت استخدم هذا الموديل في شغلي، مذهل في الدقه. بعد ما جربته على الاف الحالات ذكور واناث لقيته نموذج شديد الدقه بشكل يعني مثير جدا. يعني بدات بعد كده اشرحه وبدات بعد كده اعلمه وبدات اتكلم فيه. فهي دي القصه بمنتهى البساطه. الصدق فطره، الكذب مخالف الفطره، فما تكذب تتعب. بمنتهى البساطه مسؤوليتي عن امي فطره، مسؤوليتي عن زوجتي وبنتي فطره، فما اديهم واشتغل واصرف عليهم بحس براحه. لو حرمتهم او ما كانش معايا بحس بكسر، لانه حال مش فطري ان انا ما اقدرش اقوم على بنتي وعلى مراتي وعلى امي. احنا قلنا الفطره برنامج النشوء، فبرنامج النشوء يشمل المشاعر. المشاعر الفطريه مشاعر كلها مريحه، ان انا ما بعيش الفطره برتاح. فالانسان لما يكون صادق بيرتاح، الانسان لما يبقى كريم ويعطي بيبقى مبسوط، الانسان اما يسان الضعيف بيرتاح، الانسان لما بيأذي حد ما بيبقاش مرتاح. المظاهر الشعوريه للفطره مريحه، وعكس المظاهر الشعوريه للفطره المشاعر الشهويه. احنا قلنا الفطره ما فيهاش جهد، المشاعر اللي ببذل فيها جهد دي مشاعر مش فطريه، دي اسمها مشاعر شهوه. فاحنا بنتعب ليه؟ لان احنا بناتي باحداث مخالفه للفطره. انا ببذل جهد شديد عشان ابر ابويا وامي، طب ما بر الاب والام ده فعل راقي جدا، لكن لو ببذل فيه جهد مش بعمله بتلقائيه واريحيه يبقى شهوه ومش مريح. فالمطلوب عشان اعيش البر مع ابويا وامي ان انا احب ابرهم، مش لازم ابرهم، لان دايما الشهوه بتبتدي بلازم. انا مضطر اقف جنب ابني شهوه، لكن انا حابب اقف جنب ابني، ده شعور مريح جدا وفطري. الفعلين واحد لكن النيه اللي وراهم مختلفه تماما والشعور اللي وراهم مختلف. فدايما الشعور الفطري مريح، دايما الشعور الشهوي بيبقى وراه طاقه بذل جهد مش مريح.